الاثنين، الأول من أكتوبر لعام 2018، برج الحمل. مهنياً، قد تقرر اليوم اتخاذ خطوات جديدة لتغيير أسلوب عملك، وتبدأ بالخطوة الأولى لتغيير القواعد التي سببت لك كثيراً من عدم الرضا عن عملك وتضع منهجاً جديداً. عاطفياً، العازب، تجد أن الحب الذي تود أن تعيشه قد تأخر لأنه مثالي أكثر من اللزوم وغير موجود إلا بخيالك، فكن واقعياً. المتزوج، اهتمام غير عادي من الشريك يزيل الأسباب التي أدت إلى فتور علاقتكما العاطفية وعودتها إلى أحسن حال، برج الثور. مهنياً، قد تبحث عن الربح السريع عن طريق المغامرة بأموال لا تملكها، وإنما هي أمانة لديك. كن عقلانياً وأميناً حتى لا تقع بمأزق مادي ومعنوي. عاطفياً، الندم لن يغير شيئاً، انسى الماضي وانظر إلى المستقبل بتفاؤل، فالقادم هو كل ما تتمناه عاطفياً وطموحاً. برج الجوزاء. مهنياً، تعترضك بعض الحواجز في طريقك للوصول إلى إنجاز هام له تأثير في تغيير حياتك للأفضل، ولكن تعاملك مع الواقع بعقلانية سيزيلها. عاطفياً، تتخبط اليوم بين الشك واليقين وتحاول أن تصل لحقيقة أمر عاطفي يتعبك، ابتعد عن الأوهام. برج السرطان. مهنياً، يكون اليوم أمامك عروض مغرية في ظاهرها أرباح كثيرة وفي داخلها خسائر مموهة بمغريات كبيرة، تعامل معها بسخرية. عاطفياً، العازب، ترفض القيود الذاتية وتعيش الحب وكأنه نزوة ومجال للمتعة وتنسى ضرورة الاستقرار النفسي والعاطفي. المتزوج، تبدأ تباشير تحقيق طموح مشترك مع الشريك وتستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال والتكيف مع حياة جديدة، برج الأسد. مهنياً، تنجح في تنفيذ ما قال عنه الأقرباء والأصدقاء إنه مستحيل التحقيق، وتزيد ثقتك بنفسك وقدراتك ويزداد تقدير ودهشة الآخرين. عاطفياً، العازب، علاقة عاطفية جديدة ومميزة تؤدي إلى قصة رومانسية جديدة تنسيك فشل علاقتك السابقة وربما تسير في طريق الارتباط. المتزوج، يبرهن الشريك على عمق العلاقة التي تربطه معك في أمر طارئ ويقف معك بقوة في أمر يتعلق بطموحك. برج العذراء. مهنياً، يلمع أمامك وميض أمل لحل أزمة وضعتك الظروف فيها دون إرادتك، وتجد العون من أحد الأصدقاء الذي ينقذك منها. عاطفياً، العازب، براءة عينين الحبيب وطيبته تجعلك قوياً وتدفعك لأن تقدم الكثير من أجل الارتباط. المتزوج، تبدأ السحب الرمادية التي تغطي حياتك العاطفية والاجتماعية بالانقشاع وتشرق شمس السعادة، برج الميزان. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة ميرنا المهندس، والفنانة إلهام عبد البديع، والفنان رؤوف مصطفى، والفنان أيمن قنديل، والفنان محمد الكحلاوي، والفنان مراد فكري صادق، والفنان بهاء سلطان، والفنانة ديانا حداد، والفنان هشام الجخ، والفنانة هدى، والإعلامية رولا خرسة. مهنياً، بعض الصعوبات تقف حائلاً دون تنفيذ طموحك. تقبل الواقع بروح رياضية لأنها ستنتهي قريباً بفضل إرادتك القوية. عاطفياً، العازب، جدل مع الحبيب حول ضرورة إعلان حبكما للجميع والبدء بالاستعداد للارتباط ينتهي بتأجيل الموضوع. المتزوج، قد تتضمن علاقاتك الاجتماعية كثيراً من التوترات، وذلك بسبب نظرتك بسخرية إلى مضمونها وسطحيتها مخالفاً بذلك رأي الشريك، برج العقرب. مهنياً، تتضح أمامك الأمور وتتجسد طرق النجاح، فتبدأ من الصفر وتبدأ بأول خطوة في العمل بمشروع خططت له سابقاً. عاطفياً، تفتقد الحب الحقيقي وتعيش الضياع العاطفي وتمارس حريتك بدون قيود كرد فعل
وهذا ليس بمصلحتك المتزوج. يحسم الصراع الذي تعيشه منذ فترة بين حب أناني وبين واجبك نحو الشريك، وينتصر الواجب. برج القوس. مهنياً تجد نتائج جيدة لأعمالك وجهودك المهنية بضعف ما توقعت، فتقوم بتطوير عملك في نفس الاتجاه. عاطفياً العازب، الظروف تجبر الحبيب للغياب عنك وتشعر بالوحدة والفراغ العاطفي، وتوجه اهتمامك لبعض الأشياء المفيدة. المتزوج تعيش حالة من الحب المتجدد والترابط الأسري الممتاز، وتحقق طموح أحد أفراد الأسرة. برج الجدي. مهنياً يقف الحظ بجانبك للقيام بمشروع تعثر في السابق، ضع إمكاناتك وجهدك لتنفيذه وأمن مستلزمات نجاحه، لأنه سيدر عليك المال الوفير. عاطفياً العازب، تعيش اليوم حالة حب وهمية بخيالك بعيداً عن الواقع، وتفضلها عن إعجاب أكثر من شخص حولك، وربما تكون غداً أكثر واقعية. المتزوج، حلمك بأن الزواج جنة قد يتحقق اليوم بسبب سلوك وتصرفات الشريك التي تجعلك في عالم رائع من المتعة. برج الدلو. مهنياً تنجح في تنفيذ أمر عملي صعب التحقيق، وتزداد ثقتك بنفسك وإمكاناتك، وربما تخطط للاستمرار في إنجاز أعمال طموحة. عاطفياً قد تكون اليوم عواطفك متناقضة ومرتبكة، وتشعر بالحيرة والضبابية، وربما تفكر بإعادة النظر بسلوكك العاطفي كي تكون أكثر اندماجاً مع الطرف الآخر. برج الحوت. مهنياً لن تصدق مدى الخير والتقدم والنجاح الذي يواكبك، كل ذلك بفضل استقامتك وصدقك وجهدك في العمل الجاد من أجل مستقبل ناجح. عاطفياً تعيش مع الحبيب أو الشريك أجواء من الرومانسية الهادئة، وتشعر بأهمية الحب الحقيقي والمتبادل.